الشخص اللي معاه كل خيوط حياتك ويقدر يحركها ويغزي الحكايه بعد حكايه زي ما هو عايز، تأليف وتوزيع وتسويق وإخراج والناس تصدقه لأنه هو قريب، ده كل مره هيبدأ باتجاه مختلف لغرض مختلف، كل الناس هتصدقه لأن هو الأقرب ليك ولأنه عنده اللي يتسند عليه علشان يتصدق بأي قصة يخترعها عنك. الشخصية دي صعبة جدا جدا. الشر بالشكل المعتاد ده أو بالشكل المعقد ده محتاج ذكاء كبير ومحتاج قدرات عظيمة جدا ومحتاج لسان حلو واهتمام حلو ويمكن شكل حلو، وبيكون مبرره يا إما حقد أو غيرة. شخصية إحنا بننخدع بيها وهي يعني عندها من الكره ومن الحسد ما يكفي الكرة الأرضية، وعنده بيبقى من رغبة في امتلاك كل اللي عندك ومستكتر عليك أصغر حاجة عندك. ممكن يبقى هو في نعيم وعنده حاجات كتيرة جدا وانت يدوبك ما عندكش إلا أشياء قليلة، يبقى هو عينه في القليل أوي اللي عندك، ويخسر كل حاجة عشان انت ما تبقاش أفضل منه، بينما هو بيبلك بصورة تانية خالص. ويبرر حب الامتلاك المرضي ده والشعور بالنقص والضعف لدرجة انه يخاف بسببه في أي لحظة انه يبعد لأي سبب، فيبقى طول الوقت موجود وبيستحوذ عليك بأسلوب شيطاني، ممكن يخسرك كل الناس ويدمر كل علاقاتك عشان أو علاقاته عشان يفضل هو كمان محتاج ليه. بيبقى عنده أنانية وبيبقى عنده ضعف وبيبقى عنده خوف من خسارة وجودك معاه، وبيتحول لسيطرة مدمرة. الشخصيات اللي من النوع ده احنا اللي بنديها المهارة دي، هو بيبقى عنده مهارات بس احنا اللي بنزود له المهارات. طب لو انا هذا الشخص المخدوع او الصديق الطيب ده، هل انا غير مسؤول؟ لا، انا مسؤول لان انا فرطت في حدود الاخرين معايا وفرطت في عالم اسراري وكل الحاجات الداخلية بتاعتي معايا مهما كان قريب. يعني التجارب اللي زي وجود شخصيات زي دلال دي في حياتنا تخليك تقول ان نفسك هي سرك وما ينفعش، لازم انت تحافظ عليها، ما ينفعش ان انت تبقى كتاب مفتوح مع النوعيات دي. طبعا في ناس ثقة وناس هيلين وناس طبيعي تبقى معاهم كتاب مفتوح، لكن الى ان تتأكد انت اولى بنفسك من اي حد، لان الحدود في العلاقات مش معناها حب اقل او ثقة اقل، معناها تقدير للذات واحترام للذات، ان احافظ على مشاعر الخاصة تجاه كل حد وكل شيء، اخلي افكاري وارائي لنفسي، حتى النوايا في اتجاه المستقبل، حتى الاحلام، حتى الذكريات، حتى دي ممكن يعني تتضرب فيها، وممكن تبقى كل غلطتك ان انت واضح، ان انت عندك براءة، ان انت مش مخون، ان انت بتدي الثقة لناس لا تستحق. بس طبعا فكرة انهم يستحقوا ولا ما يستحقوش دي بتبقى من عند ربنا رزق ان هم يتم اكتشافهم، لان انت ممكن تعيش سنين طويلة وانت مخدوع ما انتش مكتشف. وعلى فكرة الناس دي ممكن تبقى قريبة جدا، ممكن تبقى بيبقوا اخوات، بيبقوا قرايب قوي، يعني مش بس دايرة الصحاب. فالعلاقات دي ادي كده بتبقى مرعبة جدا جدا. فلو كل حد فينا عنده تجربة مظلمة، تجربة قاسية، تجربة صعبة مع ان انت بتنكسر عندك الشخص اللي كان مأمنك واللي كان ثقتك واللي كان يعني صندوقك الاسود زي ما بيقولوا، اكتبوا لنا تجاربكم، قولوا ازاي نعدي من القصص دي. احنا اكيد الخبرات احنا بنعلم بعض، بننبه بعض، بنقول لبعض، لكن النوعيات الشر اللي احنا شفناها في الدراما تخلينا نقول صفى انتباه، وان احنا ناخد حذرنا جدا جدا من اي شخص ونختبر
يعني بالقرايه بالدعاء لربنا بحاجات كتيره جدا، عشان لو حد عنده يعني كده الضبابيه في رؤيه او متخيل ان هو شايف كويس وحاسس كويس، ان ربنا يديله البصيره الصح في الوقت الصح، حتى لو عدى الوقت. لان زي ما بقول في علاقات بتقعد سنين طويله ثم تكتشف، وبتبقى يعني الاكتشاف الاصعب والاقصى. ربنا ينجينا جميعا من كل شر، ومن كل شخصيه شريره، ومن كل ناس يبقوا هم وش الصديق وقلب أو قلب العدو. يا رب يا رب يكفينا كلنا هذا الشر، وربنا يدينا دايما يرزقنا الناس الحلوة والأيام الحلوة، وإن شاء الله يكون